وأنا متأكد إن هناك علاقات مشتركة بين ثقافة الشعبين المصري والروماني، لأنه على غرار الشعب المصري فإن الشعب الروماني له تاريخ يعود إلى 7000 عام. إذن فهذه الخبرة وهذه التجربة مع أوركسترا القاهرة السيمفوني كانت تجربة فريدة وخبرة فريدة. ولذلك ففي شهر يونيو في العام الماضي طلبنا مجموعة كبيرة من الأوركسترا حتى تأتي إلى بوخارست ولتقديم نفس العروض الموسيقية مع أوركسترا في بوخارست في قاعة حفلات تضم 4000 شخص. إذن القصة بدأت بيني أنا شخصيا وبين مصر ولم تنتهي بعد هذه القصة الجميلة. طيب خليني أحكي لك عن قصتي أنا مع موسيقاك. أنا كنت طفلة صغيرة جدا وبهرتني وسحرتني موسيقى زنفير. كنتش أتخيل أبدا أنه في يوم من الأيام بعد سنين طويلة أن أستضيفك وأسألك كل الأسئلة اللي في ذهني. يعني أنا سعيدة النهاردة بشكل شخصي الحقيقة، لأنه في بدايات الثمانينيات كانت الموسيقى زنفير كانت كاسحة، وكانت أول بداية تعرف العالم على هذه الآلة، آلة محلية. أصبح العالم كله بيعرف البان فلوت من خلال موسيقاك، وده أعتقد أنه مش انتصار بس شيء مميز جدا أنه شخص يوصل آلة أو نغمة من المحلية إلى العالمية. الحق كان ذلك مفاجأة كبيرة لي، ولم أكن أنا شخصيا أنتظر هذا النجاح أن أصل اليوم أن أصبح رقم 2 على مستوى العالم فيما يتعلق ببيع الاسطوانات في جنيف وفي سويسرا. أعلن رسميا منذ شهر أن في المركز الثاني بعد مايكل جاكسون، وهو باع 1.3 مليار نسخة وأنا حوالي 1 مليار نسخة، وهذا يشكل رقم ضخم وكبير جدا بالنسبة لأي فنان. وإنني على قناعة إنني لا أستحق ذلك، إنه هذا الفضل إنما يرجع لهذه الآلة وهي أقدم آلة على الأرض. عفوا الآلة الأقدم هي دي ولا الهارب الفرعونية؟ لا، إنها آلة الفلوت البان فلوت. لأن الهارب له وتر والوتر تصنعه يد الإنسان، ولكن هذا الجزء المصنوع من البامبو إنما هو صنع الطبيعة نفسها، وليس هناك أي تدخل للشخص أو للإنسان فيه. إن أول آلة على الأرض كان الهواء آلة النفخ وكان اللقاء بين الشخص وبين الفلوت مباشرا دون أي تدخل. إننا نستمع إلى صوت القلب. ما كنتش أعرف أنه مايسترو زنفير بخلاف موسيقاه الرائعة المبهجة الأرقام توزيعها مهولة حول العالم، كمان متحدث لبق جدا. ما أعرفش في أصل الآلات الحقيقة، بس هو بتفسير بسيط جدا قال أنه البانفلوت أقدم من الهارب الموسيقي. 1-0 رومانيا ومصر. طيب
دلوقتي انا شايفه 1 2 3 4 4 احجام للبان فلوت. ايه الفرق ما بينهم؟ ولو تقدر تورينا بالنغمات ايه الفرق ما بين ده وده وده وده؟ لا ديفيرنس الفرق لامبيتيس ستاندير لو نمبر دوكتور هو عدد العدد والمساحة التي يمكن أن يمر بها النفس. الفلوت الذي بين يديه هو الفلوت التقليدي الذي علمني أستاذي في عام 1955 أن أستخدمه وأعطاني إياه وقال لي افعل كما أفعل أنا بالضبط لأنك تملك الموهبة. وبهذه الآدة الموسيقية كسبت الأرض بأسرها وأنا على يقين هو قال له إنني متأكد إنك إذا أصررت وكان لديك العزم فسوف تكون أكثر مني نجاحا. في البداية كان الأمر صعب لأن الجهد البدني كان صعب للغاية وتركت العزف على هذه الآلة لفترة وبحث عني في كل مكان حتى عن طريق الشرطة ووجدني لأنني عدت إليه وبكينا نحن الاثنان وتعانقنا وقال لي لقد أرسلك الله وإذا عليك بركة الله. وكان ذلك في عام 1956 وهذه البركة التي أعطاها لي أستاذي لعبت دورا كبيرا في مستقبلي. وقد توفى في عام 1968 وفي العام نفسه كانت جاءت لي فكرة وترأت لي فكرة أن أحول الشكل التقليدي للبانفلوت ووصلت إذن إلى 22 من 22 إيه الفرق يعني 26. يعني ممكن تورينا لو إنك تنفخ في الصوت عايزين نسمع الفرق في الصوت. الفارق كبير للغاية لأن أربع أو خمس عواميد إنما تغير من قوة الأداء والآلة الموسيقية نفسها. على سبيل المثال هنا لدينا تسعة أكتاف تسعة أكتاف 2.5 أكتاف وهنا لدينا 3 أكتاف وهنا الفلوت باس التي لديها أكتاف زيادة وهذا يؤدي إننا يمكن أن نصل إلى مستويات صوتية مختلفة للغاية وأن نكتشف نغمات مختلفة للغاية. هذه هي مثل السوبرانو مثال يعني ورينا السوبرانو اللي هو الصوت ال ده أرفع حاجة أو أعلى حاجة السوبرانو بعد كده